السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، اليوم أريد أن أنبهكم على فقرة يعني هي مهمة تعتبر. هي هاي الفقرة أنه تعرفون في فصل الصيف إحنا يصير عندنا احتياج الطاقة وصير عندنا نقص بالطاقة. بعد ما ينتهي فصل الصيف، بداية دخولنا لفصل الشتاء اللي تبدي وراء الشهر العاشر والدعش، يبدي الجو يتغير عندك، يبدي الجو يبرد، تبدي الوضع يتغير، تبدي الكهرباء تحسن، تبي يصير انقطاعات عندنا قليلة تصير، يعني ممكن مثلا تستمر الكهرباء فترة طويلة وانقطاعات كلش بسيطة عندنا. فهاي الانقطاعات البسيطة راح البطارية لما تكون هي مشبعة شحن وبيها شحن يعني وشحنها كامل، راح تبدي البطارية يعني على الوضع هذا تبقى فترة شهرين ثلاثة أربعة راح تضعف البطارية. ليش؟ يعني البطارية رادلها أنه تفرغها وشوية من الحركة الكيميائية مالتها وحركة الشحن والتفريغ وأمور الأخرى. فلازم أكو برمجية بالإنفرتر نحاول أنه نعدل عليها، يعني هاي لازم ندخل عليها ونعلمكم شلون. مثل ما شاهدنا حاليا البطارية 99 مشحونة 100%، يعني البطارية مشحونة 100%، ذلك احنا لازم نغير بعض الخطوات عمدا نحافظ على البطارية. البطارية لازم تفرغ انت من عندها اقل شيء 20% تبقي، يعني تفرغ من عندها 20% 25% تفرغ من عندها وترجع تشحنها. شلون سوى هاي العملية؟ وخصوصا هاي البرمجية راح تفيد جماعة الخصخصة اللي عندهم التيار الوطني او التيار البلدي، واللي يحاول انه ما يستفاد يعني يقلل من اللود والحمل من التيار الوطني او التيار البلدي يسموه. فهاي راح تفيده انه راح يعني يوفر له بالفواتير. راح ندخل هسه الان مثل ما شاهدون على البرمجه، نختار اول اختيار ورقم واحد يندرج به ثلاث اختيارات اللي هو يو اي اي والاس او ال والاس بي يو. نختار الاس بي يو، راح تشوفون قبل ما اختار الاس بي يو راح التيار الوطني موجود، هو اساسا حاليا التيار الوطني او البلدي موجود، والخلايا الشمسيه تغذي في نفس الوقت، يعني الباي باز موجود يغذي البيت، اما الخلايا الشمسيه تغذي والتيار البلدي والتيار الوطني كهرباء الوطنيه كهرباء الدوله تغذي البطاريه في نفس الوقت. ندخل على البرمجيه، ثلاث ثواني ندوس على كلمه انتر، على بعد ما ندخل نغير البرمجيه من يو اي اي اللي هي تيار وطني فقط افضليه الى الاس بي يو. ندخل الى الاس بي يو مثل ما تشاهدون حاليا، بعد ما اخترنا الاس بي يو انقطع عندي التيار الوطني او التيار البلدي، التيار الحكومي انقطع عندي، فقط عندي بقت الخلايا الشمسيه يسموها المري هي تتغذي العفو البطاريه، فقط تغذي البطاريه، اما الوطنيه مو موجوده. لكن في حاله اذا كانت الوطنيه موجوده والتيار الخلايا موجود راح تطلب الخلايا الشمسيه. في حاله اذا ما توفرت الخلايا الشمسيه وما توفرت عندك الكهرباء الوطني تبقى هنا تشتغل على البطاريه. فاحنا نبرمج البطاريه على درجه، على درجه فولتيه معينه نسبه مئويه، ادخل على البرمجيه 12 نختار بها من 22 لحد 25.5. اذا خليتها 25.5 معناتها انه 75%، واذا خليتها 24.5 24 كذا يعني معناتها تصير عندك 40% و50%، يعني درجات لان البطاريه حسب نوع البطاريه تستخدم دجول ليثيوم تتغير الفولتيه مالتها. مثل ما تشاهدون هنا نختار ال 25، اختارين الفولتيه 25.5 معناته تقريبا 70% تفريغ البطاريه. معناته اني اذا وصلت البطاريه 70% اقول هي البطاريه اذا وصلت 70% وراها التيار الوطني او البلدي غذي البطاريه، لان اني خليت البطاريه تنزل من 28 فولت 29 فولت الى ان صارت 75% او 70% من قدره البطاريه فرغتها، هسه التيار الوطني التيار البلدي والتيار الحكومي يغذي البطاريه عمود شنو استفاد انه ما فرغ البطاريه للصفر او جوه ال 50%. مثل ما شاهدون حاليا الخلايا الشمسيه تشحن البطاريه والتيار الوطني التيار البلدي متوقف مدى يغذي اي شيء بالمنظومه. هاي تفيدنا في حاله الخصخصه وتفيدنا في حاله اللي عنده فواتير وتفيد في حاله اللي يحاول انه يستفاد من الخلايا الشمسيه بالنهار وكذلك استفاد من البطاريه، وبعدين في حاله اذا البطاريه استمرت عندها 70-75% تتحول هنا الوطني راح تفيدنا هنا وتقلل عندنا الفواتير. مثل ما شاهدون حاليا هسه الخلايا الشمسيه تشحن والتيار الوطني متوقف، يعني موجود لكن ما له اي دور، يعني احنا منطي امر انه البطاريه حد نام شو قدامكم 28.8 اذا وصلت عندي هاي 25 فولت 25.5 او 24 او 23 او 22 حسب البرمجه اللي انت مخليها راح هنا تبدي شو تسوي التيار الوطني او التيار البلدي راح يبدي يغذي البطاريه ويشحنها. بعد في حاله اذا ما كانت اكو خلايا شمسيه ولا كانت البطاريه يعني ما كانت البطاريه يعني فوق ال 25.5 من توصل 25.5 ماكو خلايا شمسيه تبدي التيار الوطني يبدي يغذي البطاريات. مثل ما تشاهدون حاليا احنا هسه راح ندخل عليه هو الخيار، خيار اللي هو 12. خيار 12 انت تختار به
25 فولت 24 فولت كذا وهذا. عندنا خيار 13 هذا هم نفس الشيء، نقدر خيار 13 اضبط الفولتيه الى 75% مثلا البطاريه، اذا كانت 29 سوي 27، واذا كانت نوع ال 24 بطاريه سوي مثلا 26. يعني المهم تخفض الخيار، يعني ما تخلي الفولتيه اعلى شيء. هذا بخيار من ال 24 يوصل عندك يعني لحد التفول، فتخليه انت 25% 30%، يعني 27 فولت كلش كافي. اما الخيار 12 والضروري عم مد، احنا نعطي الامر للكهرباء في حاله انت اذا ما البطاريه خفضت ووصلت ل 24 فولت وماكو شمس وبطارية وصلت 25، لا ما خليها تستنزف اكثر، لا اقولها للتيار الوطني الان اجي دورك غذي البطاريه وشبع لي اياها، راح احتاجك بهالوقت هذا. اما اذا كانت اكو شمس موجوده راح تغذيني من الشمس وتغذيني من البطاريه، والتيار الوطني يكون اخر شيء والتيار البلدي يكون اخر شيء. فهاي مساله مهمه جدا، خليكم يعني لازم تستخدموها. كذلك من دواعي أنه نحافظ على الفاتورة من الكهرباء الزايدة والمصاريف الزايدة، لأن يعني إحنا عندنا بطارية وعندنا خلايا شمسية، ليش نستهلك الوطنية والتيار البلدي وبها بها إجور أكثر؟ نستخدم التيار المجاني. مثل ما تشاهدون هاي البطاريات إحنا الليثيوم دي نستخدمها، صار تقريبا هاي البطاريات السنة الثانية، دخلنا بالسنة الثالثة. هاي تشتغل عندنا بقدرة 12 كيلوات، عندي نية راح أضيف بعد 4 كيلوات احتياط. يعني ذاك يوم طفت الكهرباء عندنا بالمنطقة تقريبا 24 ساعة وماكو أي نتيجة ولا إصلاح ولا كذي، وعموما البلد ما لنا يعني ما بي الآن يعني وضعيته صفر، كهرباء صفر ووضع الدولة صفر. لذلك لازم تأمن نفسك ولازم تحافظ على بطارياتك وتحافظ على نظامك قدر المستطاع. فأني هاي البطاريات مسويهن قبل سنتين وأكثر من سنتين، والحد أنها ما زالت تشتغل ومحافظ عليها. مثل ما شاهدون حاط لها إيكولايزر وحاط لها قاطع دورة وحاط لها نظام تبريد، يعني مرتب كل أموري للبطارية. راح أضيف بطارية اللي هي قدرة 4.5 كيلوات اللي هي هاي قدامكم، راح أضيفها للمنظومة عمود. أحاول أحافظ على عملية لين ذاك اليوم 24 ساعة طفت المنظومة وقدرت أأمن بالمنظومة هاي الجو القدرة الحقيقية الموجودة عندي الحالية قدامكم هاي، أأمن كهرباء. لكن يعني وصلت أنه خفضت من بعض الأوقات من التيار، يعني ورا 2 بالليل بديت أخفض أنه الحمل الزايد، يعني طفيت عندي 3، بقيت ثلاجة واحدة وبقيت بعض الأشياء. لكن بهاي المنظومة راح أخليها، راح أخلي المنظومة توصل عندي للصفر أو تفص صفر وأطفيها وأحولها على هاي المنظومة 4 كيلوات وتوصلني لحد الصبح. بالما يطلع الصبح عندي الشمس تبدي تعيد الخلايا، تبدي تشحن البطاريات ويرجع الوضع عندي كما هو كان سابقا وجيد. فهاي البطارية راح أشوفكمها بنهاية الفيديو شلون راح أركبها وراح أسوي لها مكان وقاعدها بيه. بيها نظامين حماية على الحار وعلى البارد، قواطع دورك بقدرة 50 أمبير القاطع الأوفرلود بقدرة 50 أمبير، وهاي البطارية بقدرة 4.25 كيلوات. تكون من 1000 تقريبا يعني 1700 وكسر خلية ليثيوم أيون، وراح أخليها بهذا الجانب الثاني مو بهذا الجانب اللي أحكي بيه، الجانب الثاني اللي يعني خصصت له مكان بهذا الجانب على اليدي اليمين. وإن شاء الله حرتب أسلاكها وأسوي لها قاطع دورة بالداخل وأضبط كل أموري بيها. الآن يعني مثل ما تشاهدون يعني أنا هيئت المنظومة هاي اللي قدامي العمل، والبطاريات كذلك والكيبلات عندي موجودة جاهزة. راح أبدي أجمع المنظومة بعد ما أكمل بعض النقاط، بعد ما أنظف الانفيرتر، لأن هي فرصة أنه الكهرباء الآن مستقرة شوية، فراح أطفي الانفيرتر وأحب أسوي تنظيف وأسوي ترتيبات للمنظومة بما أثبت. كذلك هذا عندي هذا الانفيرتر المكيف هذا الواحد طن، هذا مستعمل أوروبي اشتريته، هذا يشتغل بثلاثة أمبير تبريد، 3.5 تقريبا 4.25 على التدفئة، والتبريد 3.25 أمبير. فهذا راح استخدمه، وإن شاء الله هاني بالصيف الجاي راح أحاول استخدم طريقة ثانية أنه راح أضيف بعد واحد من هذا المكيف إلى الغرفة الثانية عندي، وراح أحاول أزيد منظوماتي من 14 إلى 16 كيلوات، راح أسويها إلى 23 أو 24 كيلوات. راح أضيف بعد منظومة، أقسم قسمين، قسم خاص للتبريد قسم خاص للمنزل الإنارة والأجزاء الأخرى البقية. هذا أنا حورت الجهاز، خليت الإقفالة مع المكيف، كان هو تركيب تركب إقفالة يعني كبس صوندات تجي، غيرت التصميم مالته وسويت ثاني تصميم وشحنت غاز، والحمد لله يشتغل بصوره طبيعيه وجيد جدا. فقره مهمه جدا انه هذا المكيف هو انفرتر، لا تستخدم غير الانفرتر. فاحنا موضوعنا كان هو اساسا على الانفرتر وعلى البطاريه وحمايه البطاريه، فنرجع ونقول انه هاي المكيفات احنا بالشتاء
تشتغل تدفئة وتبريد، كذلك أنه لازم تحافظ على البطاريات مالتك وتحافظ أنه ما تصرف من التيار الوطني وتأخذ من البطارية وتأخذ عندك من ال إذا تأخذ من البطارية 30% ما راح تنحسب عندك دورة تفريغ، تبقى بطارية محافظة، بس إذا نزلت جوا 50% معناته يصير عندك دورة شحن كاملة وتفرغها حسب الدورة تأخذ من عمرها. أما شحن البسيط 30% هذا تبقى البطارية عمرها أطول فترة ممكنة ما راح تتوقف عندك. يعني ضروري انه تفرغ البطاريه 30% 25 30% عم تحافظ على من على نشاط البطاريه وعلى كيمياتها الداخليه وتحرك نظامها الكيميائي الداخلي وتكون يعني نشطه. الان ركبت المنظومه، شديت المنظومه هاي اللي قدرت 4.25 كيلو وات مثل ما تشاهدون، شديتها بالجانب الثاني جانب الايمن ودخلت خطين من الحار والبارد من المنظومه الى داخل الكابينه وربطتهن على البطاريه القديمه مع قطع الخط البارد وسويت له سويتش يحولني بين القدره الاولى والقدره الثانيه. يعني عندي بطاريتين ما راح اخليهن قطعه واحده، راح اسويهن سبلت اثنين بحيث رقم واحد رقم اثنين. رقم واحد هي 12 كيلو وات تشتغل عندي لما تنتهي البطاريه الى مرحله توصل مثلا 10-15% افصل واحول على البطاريه الثانيه راح تبدي تمشيني الى وقت اطول. كذلك إن شاء الله أنا عندي فكرة، هي طبعا قديمة الفكرة مو جديدة، بس راح أطبقها لأن أحتاجها. راح أصمم منظومة تحاول تكثف البخار الموجود بالجو وتحولها إلى ماء صالح للشرب بواسطة طاقة شمسية بخزان ستيل ستيل، وهاي تجمع تقريبا يومية بحدود 10 لتر باليوم إن شاء الله.